لمناقشة الأزمة المستمرة لإكمال التشكيلة الحكومية في العراق، معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور قحطان. تسليم عبد المهدي أسماء مرشحي العدل والتربية أو مرشحي العدل والتربية وتجنبه الداخلية والدفاع، إلى ماذا ترجعه بعد 7 شهور على تسلمه مهام تشكيل الحكومة؟ حياك الله اخي العزيز، حيا القناه وحيا المشاهدين الكرام. بالتاكيد هذا يدل على الخلاف الكبير داخل العمليه السياسيه وعلى وفي التحديد داخل منظومه الوزاره التنفيذيه. ولكن هذا ايضا يؤكد حقيقه امر اخر، هو ان الخلاف الحقيقي هو ليس في الوزارات الاربعه الشاغره، العدل والتربيه والدفاع والتربيه، بقدر ما هو خلاف حصن في وزارة الداخلية، وبالتالي قد يصلوا إلى حل معين للوزارتين العدل والتربية، ولكن ليس بالإمكان أن يصلوا إلى وزارة الداخلية. ودائما نؤكد ذلك أن المسألة لا تعود إلى العملية السياسية في داخل العراق بقدر ما تعود إلى التوافقات الإيرانية الأمريكية التي الآن هي على خلاف تام في هذا الموضوع. هل سيمرر البرلمان مرشحي التربية والعدل؟ دكتور قحطان تسمعني؟ إذا ما مصير بقية الحقائب الأمنية إن كنت تسمعني؟ هل ستبقى تدار بالوكالة؟ نعم ستبقى تدار بالوكالة، ولا أتوقع بالمرة أن يصلوا إلى وزارة الداخلية حصراً. العقدة الأساسية هي وزارة الداخلية. علما دائما نؤكد ان الفياض على سبيل المثال مرشح الداخليه الان يمتلك من الاداره الامنيه الفعاله اكثر بكثير من الداخليه، اللي هو الان مسؤول الامن الوطني ومسؤول الحشد، وكلاهما جانب استخباري امني والاخر قوه ضاربه. ولكن المشكله ان تكون اداره الداخليه بقراراتها الحساسه بيد طرف اما لايران واما لامريكا، ذلك لم يصل هناك الى حاله توافقيه لغياب هذا التوافق الان في العلاقات الايرانيه امريكيه. طيب. ستبقى تدار كذلك، كما قال تقريركم ليس فقط الداخليه والدفاع تدار بالوكاله، فهناك الاف المناصب الاداريه الكبرى مدير عام فصعودا تدار بالوكاله، وبالتالي الحكومه هي الان عباره عن تدار بالوكاله، اذا هي ليست اصيله حتى يمكن ان ترتقي في فعلها. الحكومة يعني بما أنها تدار بالوكالة، هناك دعوات لإقالة عبد المهدي بعد إخفاقه في إدارة الدولة، وكذلك يعني بعد تعثره بإتمام حقائب حكومته. يعني إلى أي مدى ترى أنه يعني نحن الآن ربما أمام تحرك حقيقي لإقالة عبد المهدي؟ لا أتوقع أن بالأمور هي هذه المواصيل حقيقة الأمر. يعني الجميع يدرك إلى أن عبد المهدي رغم انه جزء من العمليه السياسيه كامله، ولا يتوهم البعض انه مستقل او جهه، لا جزء من العمليه السياسيه، كان بمثابه انقاذ لهم ان عدم اتفاقهم على اي شخص اخر سوى عبد المهدي ووافق عبد المهدي واستمر هو انقاذ العمليه السياسيه. عدم وصول الى شخص مرشح متفق عليه تنهي العمليه السياسيه الان، وبالتالي لا اتوقع بالمره ان يصار الى اقالته لسببين اساسيين. اولهما الجميع يدرك انه هو اساسا والعمليه السياسيه لا تمثل خيوط اللعبه، هذا من جانب، والجانب الاخر الجميع يعرف اذا ما اقيل عبد المهدي الان ستنتهي العمليه السياسيه، سيما ونحن على ابواب تغيير مرتقب او هناك ما ترشح من كلام هنا وهناك ان هناك اجراءات معينه على مستوى تغييرات عمليه سياسيه قد تكون اطراف دوليه فاعله بها او داخليه. طيب. اذا ما الجدوى من الدكتور قحطان، ما الجدوى من الاستمرار بهذه العمليه السياسيه ودعم هذه العمليه السياسيه اذا كان حتى برلمانيون يؤكدون ان الحديث عن الاصلاح هو مجرد حديث للاستهلاك ومجرد اكاذيب؟ وغير حريصون اساسا على ان يكون قولهم ياخذ جانب التطبيق الفعلي، لانهم يدركون ويعرفون جيدا العمليه السياسيه هي خرقاء، عمليه فيها خلل كبير. الشيء الاخر هم يدركون جيدا ان خيوط اللعبه في العمليه السياسيه ليست لا بيد الجهه التشريعيه البرلمانيه ولا بيد الحكومه التنفيذيه بقدر ما هي بيد اطراف اخرى
تمثلها قوة سياسية متحكمة بالشأن، عملية سياسية. الآن ما يسمى بزعماء الكتل بالرغم من قناعتنا على مدى ارتباطهم بقوة خارجية، هذه زعماء الكتل هي تدير الشأن الداخلي على مستوى التشريعي ومستوى التنفيذي. نعم. هذه المجموعة تدرك ما هو عبد المهدي، ما هو خطة وأفق وقدراته، كيف لا توقع أنها تقدر على أن تغير، بل إذا غيرت أو إذا سحبت الثقة من عبد المهدي ستنهار عملية برمتها وسيطول النار الانهيار جميع القائمين. كيف تقرأ تصاعد اللهجة داخل العملية السياسية؟ يعني إحدى الكتل السياسية هددت من يحاول بتغيير الحلبوسي أنها سوف تجلسه في بيته، يعني هذا تصاعد في اللهجة على ماذا يدل؟ بالتأكيد هذا لا يدل على سياسة ولا يدل على إدراك كيف يتعامل ودار البلد ديمقراطيا، كما يقال الديمقراطية. الديمقراطية تتقاطع كلمة مع التهديد، والتهديد أيضا في الدول الحضارية حالة مرفوضة أو غير موجودة بالمرة. وبالتالي هذا يؤكد أن العراق لا ديمقراطي ولا حضاري ولا ممكن أن يحسب له حساب بقدر ما هناك قوة فعالة في الداخل العملية السياسية أو حتى على هامش العملية السياسية، أي دولة عميقة داخل الدولة العراقية هي التي تسير الأمور. وهذا هو الحقيقة الواقع، الجميع يدرك إلى أن الإدارة العراقية حتى الأمنية منها والعسكرية لا ترتقي إلى حد فعل فصيل واحد من الفصائل المسلحة. طيب، بعد فترة قليلة من تشكيله، يعني اتهامات بالفساد لمجلس مكافحة الفساد، ما الجدوى من تشكيله وهو متهم؟ جميع المؤسسات الحكومية بعيدة تماما عن مسماها وعن معناها الحقيقي، فلما زاهة هي دارت مزاهة، وكما سمعنا وعرفنا كم هي كانت سبب الاختلاسات والخروقات والمحاربة الفساد، أيضا دائرة زائدة كما قلنا من أنسست وليست فعالة بالمرة، أيضا لسببين أساسيين. أولهم الذي يدير هذه المؤسسات هي قوة سياسية، والفساد أساسا هو سبب القوة السياسية، ويستحيل القوة السياسية في العملية السياسية تحاسب من قبل قانون واحد. اثنين، لدينا قرارات ولدينا هيئات قضائية فعالة حافظت على امتلاكات الدولة وعلى كذا للسنين الماضية طوال، منذ أيام الدولة العراق كان دولة ملكية إلى آخر أيام 2003. هذه المؤسسات كانت فعالة بشكل حرص على الامتلاك العام والملكات العامة. نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية.